السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة الدكتورة زينب حسن لتعليم التمريض. النهاردة هنتعلم ازاي ندي حقنة العضل لطفل صغير رضيع. طبعا انا هنا هبقى عندي طبعا التيشو اللي انا هعمل بيها الكحول، اللي هنضف بيها المكان. طبعا انا عندي السرنجة هنا اهي 3 سنتي، انا محللاها. طبعا العضلة اللي قدام دي هندي فيها للطفل من اول سن 0 لغاية سن 5 سنين، لازم ندي هنا، لان العضلة اللي هي في المقعد اللي هي في الخلف دي بتبقى ايه، العضلة دي بتبقى لسه ما اكتملتش، بتكتمل لغاية ما الطفل يوصل ايه بعد خمس سنين. فطبعا احنا لازم نديها للطفل، هنديها في الايه، في الحتة دي، في المكان، العضلة دي اللي هي ادي الركبة اهي، ادي الركبة اهي، ماشي، وادي عظمة الحوض اهي، ادي الركبة وادي عظمة الحوض، ماشي. يعني ده في الجزء ايه اللي في النص دي، هيبقى هي وبين العضلة بتاعة الطفل الصغير. لو هو العضلة بتاعته باينة بمسكها وببتدي انا اعمل كده طبعا دائري كده، وببتدي ايه احقن المضاد الحيوي او ايه الحقنة اللي هو المفروض احقنها للطفل. بدخل السن، ماشي، على حسب ايه سمك العضلة، يعني ممكن ادخل نص السن او كل السن على حسب ايه، لو طفل سمين شوية يعني عنده عضلة كبيرة او ايه، او طفل سن رفيع، فايه هحدد قد ايه هدخل من السن. العضلة دي بتاخد قد ايه، بتاخد 2 سنتي، يعني ماكسيموم تحلل الحاجة وتدي 2 سنتي في العضلة دي، بتاخدش اكتر من 2 سنتي، تمام. طيب دلوقتي انا بدي الطفل، لازم الطفل ابقى مثبتاه، لان طبعا هو مش هيسيبني ان انا اعمل كده، فلازم ابقى مثبت الطفل بحيث ان هو رجله دي ما ترفص. يعني انا هدي مثلا رجلي دي، ممكن مثلا الطفل بيبقى مثبت ايديه، بس رجله بقى هبقى مثبتاها عشان ايه ما يرفص فيطلع السرنجه. ولما اجي ادي السرنجه يبقى انا بديها كده، شايفين، يبقى انا معبيه السرنجه اهي، مثلا اهي اهي كده متعبيه مثلا، خلاص زي ما احنا شايفين اهي السرنجه متعبيه، ماشي. وانا بديها ايدي عليها اهي، خلاص انا ببقى ماسكه بايد، طبعا عشان انا ماسكه التليفون مش عارفه اصور يعني عشان بصور، بس انا ببقى ماسكه بايد، ماشي، العضله ماسكه بايد كده العضله، ومثبته رجله كده، وماسكه ايه العضله ومثبته ايه رجله، خلاص رجلي دي تبقى متثبت، حد مثبت لي رجله دي، وانا ماسكه العضله. قبل ما هو يحس ان انا بدي الحقنه اكون انا اديتها، ماشي، اهو اروح ايه انا داخله بيها كده، مش هخش بيها زي ما بنخش عادي، لا هخش بيها بوضع الاستعداد على طول، واروح ايه حقنه الحقنه، امين، خش على طول واحقن ايه الحقنه. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم الفكره، ماشي. اهم حاجه نثبت الرجل، نعمل في وضع الاستعداد السرنجه كده، وضع الاستعداد على طول، ان انا اخش هدي على طول، هدي كده، ماشي، اخش على طول اثبت الرجل وامسك العضله بالايد الثانيه وايه وابتدي احقن على طول. يا دوبك على ما اخلص الحقن يكون الطفل ايه حس وقعد ايه يرفص يعيط، بعد كده هعمل مساج بسيط كده، مش هعمل هعمل كومبريس كده، يعني هضغط شويه كده على مكان الحقنه، وبعدين كده ايه خلاص هشوف مكانها في احمرار، في زرقان، في اي حاجه، مفيش، يبقى الحمد لله. وكده ادينا حقنه لطفل صغير من سن 0 لسن 5 سنين في العضله الاماميه. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي نهايه الفيديو فضلا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتشييره، عمل اللايكات، واكتبوا لي الفيديو الجديد حابين يبقى العنوان بتاعه ايه، و أشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.